بسم الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وهذه قراءة في الكافية الشافية المعروف بالنونية لابن القيم رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدين أجمعين. وصلنا في بيت 12 بعد الألف، قال رحمه الله تعالى: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه، وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرضاهم، بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده ونحت أسره، فهوى البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية، إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطعان. وأتى العدو إلى سلاحهم وقفا، تلهم به في غيبة الفرسان. وأتى العدو إلى سلاحهم فقا تلهم. يلا سلاكم. وأتى العدو إلى سلاحهم فقا تلهم به في غيبة الفرسان. الميم عندك عليها ضمة ولا ساكنة؟ سلاحهم ولا إيش؟ سلاحهم ولا العدو إلى سلاحهم فقا تالهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن، من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤه أرواحنا، ولقطعت منا عرى الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى، خير القرون له محال زان. وفقتم للحق إذ حرموه في وفقتم أصل اليقين ومقعد العرفان. وفقتم من التوفيق يدعو له، وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان، ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان. وهديتمونا طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به. تسمعني ولا ما تسمعني؟ أسمعك يا شيخ. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا. السلام عليكم. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان، ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان.
وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. وهي كما يقرأ أبي جعفر وقالون من معه وهي سكون الهاء وهي فغير ذي برهان. وهي فغير وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي غي وفي خسران. غي دع ذا أليس الله قد أبدى لنا وفي غي. نعم شيخ. وفي غي. نعم. الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي غي وفي خسران. دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. متنوعات صرفت وتظاهرت من كل وجه فهي ذو أفنان. معلومة للعقل ومشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. أو مشهودة أو في فطرة الرحمن. نعم. أسمعتم لدليلكم في بعضها خيراً أم خيراً أو أحسستم له ببيان. أسمعتم. نعم. الله لكم. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبراً أو أحسستم له ببيان. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان. وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به ولم ينج من كفران. علما به لم ينج من كفران. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا في قرآن. لا في أثر, في أثر ولا أثر قرآن. أيوة في أثر ولا قرآن. نعم أيوة. لكن أتانا فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن. لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور أحداث من الشيطان. وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران. ولذاك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان. صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إسرهم بثواقب الشهبان. بل رموا. نعم لكم. صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إسرهم بثواقب الشهبان. عرفوا الذي يفضى إليه قولهم يفضي ودليلهم بحقيقة العرفان. يفضي. أيوة. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان. وأخو الجهالة في خفارة جهله والجهل قد ينجي من الكفران.
وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. حسبك. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. نعم أحسنتم. طيب، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. في هذه أو الأبيات وفي هذا الفصل هنا يقول الناظم رحمه الله: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه، وهداك ذو الغفران، يعني الذي يستدل بهذا الدليل اللي هو دليل أهل الكلام في إثبات الصانع هذا معطل. وما معنى المعطل؟ أنه نفى الصفات عن الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن هذا فيما مضى بالتفصيل. وأيضا مشبه، لأنه شبه الله بماذا؟ لأنه شبه الله عز وجل بماذا؟ بخلقه، فجمع بين هذين الأمرين الشائنين، لأنه لما نفى الصفات عن الله عز وجل السمع والبصر وإلى آخره وقع في شر، وفي شر ما فر منه، وهو شبه الله بالجمادات والممتنعات شبه الله بالجمادات، وهذا بيناه في أول هذه القصيدة في المئة الأولى، لما المصنف رحمه الله تكلم عنا على ذلك. طيب، هذا الدليل هو الذي أرادهم، هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد القرآن، اللي هو دليل أهل الكلام في إثبات الصانع اللي تكلمنا عنه في الأبيات السابقة، في قولهم نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعين، تكلمنا عن تسلسل الحوادث وما هو المقصود بها. طيب، الناظم هنا رحمه الله بيّن الأصل الذي عطل به أهل الكلام الرب عن الأفعال، فأراد أن يبين فساد هذا الدليل، وهو الذي أفسد على الناس دينهم وجرهم إلى هذا الزيغ والضلال. ولو انتبهوا ولو اهتموا ولو اهتبلوا أيها الكرام الفضلاء، أدلة الكتاب والسنة ما زاغت قلوبهم، ولذلك قال هذا الدليل هو الذي أرداهم، اللي هو أخذ من الفلسفة، بل هد كل قواعد القرآن، بل هد كل قواعد القرآن. ولذلك في دار تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلام كثير في هذا، وأيضا في شرح حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الثرين الآخر، وأيضا في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، إلى غير ذلك من هذه الكتب التي تعرضت لهذه الأمور. قال: وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على هذا الدليل في دار تعرض العقل والنقل، يقول: هذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وإمتها، وهي محرمة عندهم، بل هي باطلة. ثم قال: ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، اللي هو الكلام اللي احنا ذكرنا آنفا في تسلسل مسألة تسلسل إيش الحوادث والتعطيل والتشبيه، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان. يعني هنا يلزم أهل الكلام بسبب دليلهم لوازم لا تليق بالله عز وجل، كنفيهم صفة الكلام ونفيهم صفة النزول، ويصفون الله عز وجل بالنقص أنه لا يتكلم ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي، صار الله عندهم جمادا عياذا بالله، بل الجماد أكمل منه عند التحقيق، وصار الله ممتنعا يعبدون عدم، نسأل الله السلامة والعافية. تمكنت هذه العقائد الباطلة
وعمل بره ورفعت قواعده ونحت أسه فهو البناء وخر للأركان. التنحية من الإزالة، أس الشيء هو أساسه، يعني هذه اللوازم التي ألزموا بها وأدخلوها على أصل الإيمان والتزموا بها زال الإيمان عن مكانه وانهدم الإيمان في قلوبه في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ووجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. سبحان الله، حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان. المحال هو الكيد والمكر والتدبير والجدال، وهم يجادلون في الله وشديد المحال. ثم وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يا الله، لما انتصر أهل الكلام لدليلهم ونشروه فتحوا الباب لمين؟ لأعداء الإسلام من الزنادقة، من الزنادقة الفلاسفة، فألزموهم من لوازم الكفر العظيم ما لا محيد لهم عنه إلا بإبطال هذا الدليل. فألزموهم بماذا؟ بالقول بقدم العالم، لأن القول بقدم العالم هو مقتضى القول بامتناع قيام صفات الفعل الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى من النزول والاستواء والكلام إلى غير ذلك. أيضا صار الملاحدة يلزمون هؤلاء المتكلمين والفلاسفة أن يقولوا بمثل أقوالهم، فيقولون للمعتزل أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما مشبها بخلقه وذلك ممتنع، فكذلك ما سمي عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها، لأنهم مشكلتهم كبيرة يشبهون الله بخلقه، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. الله أكبر، فقام المعتزلة ونفوا الأسماء والصفات ولم يبقوا منها إلا سبعة، أرأيتم؟ ويقولون للكلاب، من تعال الكلابية هذول، أنت وافقتنا أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فإن قامت به الحوادث فإنما قامت به الحوادث لم يخلو منها، فيكون حادث الامتناع حوادث لا أول لها، لو احنا التسلسل الحوادث قلنا، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث. إذا حصل نزول استواء وكذا هذا يكون زي جسم زي الإنسان زي المخلوق، فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة، لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم، يعني لما تقوم القيام لابد أنك أنت تكون جسم حتى تقوم وحتى تنزل إلى غير ذلك. وهنا لا يفرق بين هذا وهذا، عقل ولا نقل. انظروا هذا الذي حدث منهم يا كرام يا فضلاء، لأنهم العدو من الزنادقة والملاحدة أتوا إليهم فقاتلهم بنفس السلاح، فقاتلهم بنفس سلاحهم. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغياني، من جهل الصديق وبغي ذي طغياني. وفيها استفاضة هذا في ذلك تعارض العقل والنقل، وأيضا في التدمرية وفي شرح الأصبهانية وفي الصواعق المرسلة. فيقول أن أعداء الإسلام لما اشتدت عداوتهم وكثرت شبهاتهم وظهرت بدعهم، بدأ بعض المنتسبين إلى السنة يرد عليهم بطريقة ليست على هدي الكتاب والسنة. هذا هو قال يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. لذلك لابد اللي يتعرض للردود أن يكون مليما بالكتاب والسنة ولا ينزلق مع أصحاب الشبهات لقلة علمه، ثم يعتمد على الآراء والمذاهب. فرد البدعة ببدعة ابتدعها، فرد البدعة بدعة إيش؟ ابتدعها، كما ردت القدرية على الجبرية ببدعة، والنواصب على الروافض ببدعة، والمرجع على الخوارج ببدعة، وهكذا. فكل هذا سببه طغيان العدو وصولته وجهل الصديق المدافع، وجهل الصديق المدافع عن الحق لكن ما عنده علم. لذلك نقول لابد من العلم يا كرام يا فضلاء. ثم هنا يقول والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا. الله أكبر، ولقطعت منا عرى الإيمان.
العرى جمع عروة كقدوة، والعروة هو المقبض من الـ من الـ من الكوب أو من الدلو أو من الكوز، هذا يسمى العروة، مثلها كعروة إيش؟ كعروة القميص والثوب. يعني قال لك لولا أن الله يدافع وينصر دينه لكنا سلبا ونهبا للعدو وقطعوا أوصالنا. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني. يعني معقولة كلام كنت يا المعتزلة، النبي ما عرفه عليه الصلاة والسلام ليدل الأمة عليه، فهذا هو المحال، يعني المستحيل الذي لا يمكن بأي وجه من الوجوه. وهنا يبدأ الناظم رحمه الله يبين سفاهتهم وبطلان دليلهم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون. قال وفقتموا للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به. لا يمكن هذا الكلام أنه يكون، يستحيل أن تكونوا أنتم أعلم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. سبحان الله، لابد يكون له طول وله عرض وله عمق، نسأل الله. هذا هو الجسم، الجسم وكل ما له طول وعرض وعمق، كما قاله الجرجاني في تعريفاته، والأعراض جمع عرض وهو الوصف للشيء، والألوان جمع لون، وفي بعض النسخ والأكوان. قال وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. أن المتكلمين يعتمدون في إثبات أصولهم على العقل دون النقل، أما أهل السنة والجماعة فيعتمدون على النقل أيها الكرام الفضلاء. ولذلك من هنا ألف الإمام شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل. يقول الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي غي وفي خسران. وهذا من باب هنا يتعجب، يعني أنتم يعني أهل الكلام، وهم اللي هم خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. وما زال هنا الإمام ابن القيم وجه كلامه إلى الخصوم، إلى هؤلاء أهل الكلام، فيقول لهم أيكم على حق، أنتم ولا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون؟ وهذا يسمونه في علم المناظرة التنزل مع الخصم، وإلا فمن المسلم به أن ما هم عليه من الحق هو النبي عليه الصلاة والصحابة. وهذا هو أسلوب القرآن، قل من يرزقه من السماوات والأرض قل لنا وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. مع أن الحق مع المؤمنين قطعا، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم، هذه قاعدة في علم المناظرة، من باب التنزل مع ماذا؟ مع الخصم، معلومة للعقل. ولذلك ثم يقول لهم دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات صرفت وتظاهرت من كل وجه فهي ذو أفنان. هنا المصنف ينتقل الناظم إلى وجه آخر في الرد عليهم، وهو أن دليلهم لم يرد في القرآن والسنة، والقرآن أساليبه متنوعة ومتعددة تغني عن الكلام وعن أهله، ولذلك جاء في كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير، والرد على المنطقي شيخ الإسلام، وعلم التوحيد عند خلص المتكلمين للدكتور عبد الحميد العرب، والتفكير الفلسفي الإسلام للدكتور عبد الحليم ابن محمود شيخ الأزهر السابق. ولذلك هنا يقول متنوعات صرفت وتظاهرت من كل وجه فهي ذو أفنان، جمع فنن، صاحبة ذوات أفنان. ثم يقول أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببياني. وهنا لما بالغ أهل الكلام في تعظيم دليلهم ورفع شأنه وقرروا أن إثبات الصانع والرد على الماحد لا يتم إلا بهذا الدليل،
قال لهم مستنكرا ذلك ما دام أن دليلكم بهذه الأهمية والضرورة ومعرفته من أشد الضرورات، فلماذا لم يرد في الكتاب والسنة؟ لماذا لم يرد في الكتاب والسنة وهي مصدرنا في التشريع وفي العودة إليها؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وأحسن تأويلا. ثم ينزل عليهم ويقول أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان وسواه ليس بموجب، من لم يحط علما به لم ينج من كفرانه. الله أكبر. الذي هذه الأدلة والنصوص الشرعية لا تفيد القطع واليقين وكمال الإيمان والنجاة من الكفر، إن من لم يحط علما بدليلنا لم تحصل له حقيقة الإيمان. قال صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بثواقب الشهبان. والسماء والطارق، قال النجم الثاقب اللي عن المضيء، والشهبان جمع شهاب اللي هي الشعلة من النار، وهذا هو يعني يطلق على الكواكب المشتعلة التي يرجم بها الجن الذين يسترقون السمع. وأوضح أن ردود العلماء من أهل السنة على هؤلاء المتكلمين قوية واضحة وأفحمتهم حتى صارت في قوتها كالشهبان والصواعق، وتجدون ذلك مستفيضا في درء تعارض العقل والنقل. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان. ولذلك شيخ الإسلام يقول ويبين فساد هذا الدليل، بل المحققون على أنها طريقة باطلة التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، وأبو الهذيل انقضى حركات أهل الجنة، والتزم قوم كالأشاعرة أن الماء والهواء والتراب له طعم ولون وريح، يعني ألزموا بملزمات لا علاقة لها. وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. طبعا يجوز أن تقول خفارة وخفارة وخفارة اللي هي الأمان والذمة، الأمان والذمة، ومنه الخفارة الذي يكون في الليل يحرس ليلا. قال والجهل قد ينجي من الكفران، إلى أن بعض من يقع منه مخالفة لأوامر الدين يعذر بجهله. وإن شاء الله مسألة العذر بالجهل فيها كلام طويل، نرجئه إن شاء الله عز وجل للمجلس القادم بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم.